من البداية يقول ظهر على الشاشة دكتور محمود جبريل ويقول أن الدولة لا علاقة لها بالدين، ويقول يريد أن المعرفة يعني أن المعرفة لا دخل لها بالدين، ويقول أن السيد مفتي يقول ويستدل بقولك أن لأن نقبل كل شيء من الغرب ما لم يخالف الشريعة. يعني هذا نعم هذا كلام صحيح، لكن يبدو أنه فيه تلبيس. بارك الله، توضيح شيخنا مثلا، وكذلك السيادة فيها للشعب، اللي هو أنا قرأت فعلا هذه المطوية أن السيادة فيها الشعب. لا ندري شيخنا ما معنى السيادة للشعب، لعل شيخنا ناخذ واحدة واحدة بعض الأسئلة. نعم في الحقيقة الكلام هذا فيه مغالطات كبيرة، والناس ينبغي أن تنتبه لمثل هذا الأمر في غاية الخطورة. لا نريد أن نلبس على الناس وندلس عليهم. نعم أولا أن أقول الإسلام لا علاقة له بالدولة، هذا كلام باطل وهذا لا يجوز، والمسلم يقول هذا، لا يجوز المسلم يقول هذا، لأنه دولة النبي صلى الله عليه وسلم دولة مسلمة، لم تكن في وقت من الأوقات دولة علمانية ولا دولة مدنية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان في أقل الأشياء وأصغر الأشياء لا يحكم بحكم حتى ينزل وحي الله عز وجل عليه. لو كانت الدولة مدنية أو الإسلام ليس دولة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف من عندي. نعم القرآن مملوء، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. قل شيء ينزل وحي يعني. نعم يتصرف من عندي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن المحيض قل هو أذن. سبحان الله، كل ما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سبحان الله ولا يعلمه يتوقف. لو كانت الدولة مدنية والدولة يعني هي بعقل البشر ويعمل ما يريد لكن أفتى لهم، لماذا القرآن ينزل ويقول لك قل لهم كذا وقل لهم كذا وقل لهم كذا؟ هذه مغالطات ينبغي أن يتوقفوا عنها، حرام عليهم. لا يضللون الناس، يقول الإسلام ليس دولة، الإسلام دولة. والإسلام دين المجتمع ليس دين الدولة، في كلمات يعني أحيانا فضفاضة أو الإسلام دين شامل يحكم الدولة والفرد من حين هو حمل ونطفة إلى أن يقبر. ما من سلوك وما من تصرف ولا أمر ولا نهي إلا محكوم بشرع الله له فيه حكم. عندما يولد وعندما يسمى وعندما يبلغ وعندما يدخل المدرسة وعندما يتخرج من الجامعة وعندما يكون متخصص في الاقتصاد وعندما يكون متخصص في الإدارة، الإسلام يحكم جميع سبل الحياة ومناهجها، يحكم الدولة ويحكم الفرد. لا بد الحكم لله عز وجل في كل شيء، ما من نازلة تنزل بالمسلم إلا والله تبارك وتعالى فيها حكم. هذا إجماع من المسلمين، لا 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 نزور على الناس. ربما بعض الناس يظن المسألة هكذا، تصور هذه مسألة اختراعات وهذه مسألة كذا لا علاقة به. نعم احنا لا نقول نتحكم، نقول لا يجوز أن نستعمل الثلاجة ولا المكيف ولا السيارة إلا إذا اخترعها مسلم، لا نقول هذا. هذا التقنية والعلم والاختراع والتقدم هذا ميراث حضاري الناس كلها، لكن هل تستعمل هذا أو لا تستعمله؟ إذا كان هذا الجهاز فيه ضرر عليك أقول لك لا تستعمله. نعم. ليس فيه ضرر استعمله. نعم. فهناك حكم شرعي لكل ما ينزل بالمسلم، لكن لا نريد أن نخلط الأوراق ونقول لا يعني ما يأتينا من الغرب مقبول والمفتي قال ما يأتي من الغرب مقبول. لكن أنا لم أقل في هذا السياق. نعم. أنا قلت في هذا السياق لأدل ليدلل على أن الإسلام شامل. شامل نعم. لا لا لأدلل على تحييد الإسلام. صحيح. وأنه لا علاقة له وأن المسائل الإسلام محدود في أشياء معينة والباقي الأشياء نقدر ناخذها من الغرب وناخذها من الشرق وناخذها كذا. نعم. نستفيد من الغرب ونستفيد من كل من عنده فائدة بشرط أن تكون محكوما بشرع الله، والدولة لابد أن تكون دولة مسلمة. إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يبغون؟ الإسلام يتكلم عن الحكم، القرآن يتكلم عن الحكم، أين هم؟ أين عقولهم؟ هؤلاء متخصصون، هؤلاء خبراء، كيف يعني لا يفهمون نصوص القرآن؟ القرآن عندما يتكلم يقول أفحكم الجاهلية يبغون؟ إن الحكم إلا لله، يتكلم عن الحكم ولا يتكلم عن إنسان يشتغل في ثلاجة؟ يتكلم عن الحكم، عن دولة. إن الحكم إلا لله، فلماذا تضللون الناس؟ يعني شيخنا الكريم، ما ينقمون من هذا الدين؟ يعني ما السبب؟ يعني ما الأسباب؟ يعني الآن نرى الغرب الآن يرجع للإسلام، الأوروب والألمان كل يوم يدخلون مئات آلاف المؤلفة للإسلام، في كندا في أمريكا الاقتصاد العالمي يرجع الآن إلى الإسلام، حتى البابا بابا الفاتيكان لما صار المشكلة الاقتصادية في أوروبا في العالم قال يجب أن ترجعوا إلى الاقتصاد الإسلامي. يعني أنا أتعجب يا شيخنا والله. الإسلام
دين رحمة ودين عدل ودين وسطية ودين عقل. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح. فيعني الأمر الآن للتلبيس اللي موجود وأن السيادة للشعب والدولة مدنية وإسلام دين المجتمع الدولة لا دين لها. نعم. هذه مبادئ تفصح عن أن بالفعل هناك علمانية بالفعل تريد أن تضرب أوتادها في الباب. وبعد ذلك الكلام العمومي هذا أن مبادئ الإسلام وكذا هذا مجرد لأخذ البسطاء من الناس وأن هؤلاء يريدون تحكيم الإسلام. تحكيم الإسلام لابد أن يكون من القمة إلى القاعدة. بالضبط. هذا هو تحكيم الإسلام لمن يريد أن يحكم بالإسلام. والآن الإسلام عملوه شماعة يعني كل التوجهات الآن أصبح لأن تعرف يعرفون أن العامة لا يقبلون أي إنسان يريد أن يعارض الإسلام. نعم. وإذا كلهم بادر وصار كل واحد يقول لا أريد أن أحكم الإسلام مبادئ الإسلام. كيف تقول أن تحكم الإسلام وتقول السيادة للشعب؟ نعم. السيادة هذا أعلى عند الدستوريين لفظ السيادة هذه أعلى شيء يمكن أن يعني يوضع في الدستور. إذا لم تكن السيادة لله هذا زي ما كان يقول القذافي باسم الشعب وباسم مش عارف ايه بالضبط وصفاتها العظيمة والعياذ بالله. نسأل الله العافية. فالمسألة هذه لابد. نعم. لابد. نعم. أن ينتبه الناس إلى مثل هذه المسائل. صحيح. ولا يخدعون بكلام عام من فضفاض. أنا عندما قلت نأخذ بما يأتينا من القوانين ويأتينا. نعم. من الغرب لكن لم أقوله في هذا السياق بمعنى تحييد الحكم للإسلام والإسلام ليس يعني دين حكم وإنما قلت ليدل على أن الإسلام يعني شامل عام يستطيع أن يستوعب كل الحضارات وكل مرن. الأفكار ومرن. نعم. وكل الإسلام. القوانين التي. نعم. تأتينا. نعم. يمكن أن تكون هي من الإسلام لأن بعض الناس يقول لا أنتم الإسلام كيف تريدون تحكيم الإسلام والإسلام آيات محدودة في القرآن في القرآن ونصوص محدودة في السنة ونحن كل يوم تأتي نوازل جديدة وأشياء جديدة كيف تقول الإسلام يحكمنا؟ أقول لهم الإسلام يعني عموماته ونصوصه ومقاصده تتسع لكل القوانين الموجودة في الدنيا ولأعرافها ولعاداتها ما دامت لا تتعارض مع القطعيات ومع الثوابت هذا الذي نريد أن نؤكد عليه شيخنا لكن يقول أن يريد أن المعرفة لا دخل لها بالدين يعني كيف هذا المعرفة يعني ليس ديننا هو المعرفة ديننا هو العلم ديننا ما هذا الادعاء يعني لا المعرفة قد تكون فاسدة وقد تكون صحيحة بالضبط. أنت لا تقدم للناس معرفة ملحدة لابد أن تقدم المعرفة النافعة المعرفة اللي يعني اللي كان يعني بالمعرفة الاختراع والتقدم فهذا كلنا حريصون عليه بل ننادي الناس ونطالب الناس أن يستفيدوا من الصناعات ومن التقدم العلوم والتكنولوجيا هذا كلنا نطالب به. نعم. لكن المعرفة بصفة عامة الذي لا هذا كلام غير صحيح لأن الأفكار الإلحادية من المعرفة المرفوضة التي لا نقبلها لا نسمح بها أن تدخل في مجتمعنا وتفسد لنا عقائدنا ثم شيخنا الكريم هو التخلف الذي صار مثلا لأهل ليبيا ليس من الإسلام هذا من الطاغية بل الحضارات الإسلامية التي الدول التي بنت الإسلام ارتفعت وقامت ونرى التجربة التركية والتجارب الأخرى إن شاء الله تعالى العالم الإسلامي سنرى الخير سيعمل بلاد شيخنا أي لكن حتى التجربة التركية لا نريد أن تستغل التجربة التركية يعني تقدمها الاقتصادي والمادي. نعم. لأنها أخذت بأسباب التقدم وهذا ندعو إليه الأخذ بأسباب التقدم. نعم. لكن سبب تقدمها ليس لأنها اعتنقت المذهب العلماني. نعم. هذا الذي يقع على الخلط فيه لا طبعا يسوق هذا للناس انظروا إلى إسلام تركيا دولة علمانية ومتقدمة ما الربط بين هذا وهذا صحيح الدول الكافرة متقدمة. نعم. يعني لا علاقة للإسلام والتقدم ولا والتخلف الإسلام يقول لك خذ بالأسباب الكونية القدرية القدرية. نعم. والأخذ بها واجب. نعم. لأن هي التي توصلك المطلوب إذا تقصرت ملام لكن مش تقدمك ولا تأخرك مربوط بأنك تقول علماني باش تتقدم ولا كذا فالناس لو يسوقون لتركيا لا أشوف انظروا تركيا دولة. نعم. علمانية. صح. وتقدمت. نعم. هذا كلام فيه مغالطة لا طبعا تركيا لم تتقدم لأنها علمانية أبدا. تقدمت لأنها أخذت بأسباب التقدم جزاكم الله خير